انا تعبت، تعبت وكبرت، ما بقتش قادره على وجع القلب ده خلاص. عشان كده يا عاصم خلاص بجد ما بقاش ينفع. مين قال ان انا هوجعك تاني؟ بس كل حاجه بتقول انك هتوجعني تاني، انت عمرك ما بطلت توجعني، وانا عمري ما بطلت احبك، ويبدو ان هي دي المشكله. انا عارف ان انا تعبتك معايا يا حبيبتي، بس صدقيني لو فكرتي بهدوء هتطمني. افتكري انا اتغيرت عشانك ازاي يا احلام، افتكري انا بحبك ازاي وبخاف عليك ازاي. لو افتكرتي كل اللي بينا هتطمني صدقيني. اللي حصل بقى انساه ازاي؟ انا ما قلتلكيش تنسيه، بس حاولي تفهميه، تفهمي اسبابه وظروفه. كنت ممكن افهمه لو قلتهولي من الاول، بس اللي بيحب حد بيشاركه في كل حاجه. في دي بقى عندك حق، بس بصراحه كده انا ما كنتش عايزه اشيلك الهم معايا. طب ومونيكا؟ مونيكا دي صفحه واتقفلت، كل اللي كان يربطني بيها البنت، ودلوقتي البنت معايا خلاص، يعني صفحه وانتهت للابد. الابد؟ مونيكا ايه دي اللي انت غيرانه منها يا احلام؟ انا مش غيرانه منها عصر. لا غيرانه وباين جدا طبعا. مونيكا كل اللي يهمها انها تورثني بالحياه بس. بس انا مش مقتنعه برضه انك المفروض تاخد البنت من مامتها. انا باباها وعارف بعمل ايه كويس. البنت محتاجه ام، وام زيك يا احلام. زي احلام، انا لما جيت لك زمان وقلت لك ان انا محتاج لك ما سبتنيش ووقفت جنبي. دلوقتي بقى انا محتاج لك اكتر بكتير. انا ماليش غيرك، والبنت ملهاش غيري، يعني احنا الاتنين متعلقين في رقبتك. يعني احط انا لبن على الكلام ده صح؟ يس يس اوكي. طيب يبقى انا بعمل حاجه صح. ماشي، خليك ايه حلوه وهاديه كده، يلا بقى ايه ناكل عشان لما بابا يرجع يبقى مبسوط. I don't want to eat, I want to play. لا ايه، لا جوليا انت رايحه فين؟ جوليا 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 تعالي هنا يا جوليا. لا جوليا بلاش، ايوه جوليا جوليا تعالي هنا بس عشان خلي بالك احسن تقعي. جوليا جوليا اوه انا ناقص جوليا. أنا فكرت لقيتك مشغول، قلت مش هتلحق تيجي تصالحني، فقلت أجي أصالحك أنا وخلاص. جوليا يا ست، إحنا كده بقى فاضل بس نلاقي لها مدرسة كويسة. بس أنا بصراحة كده ما أعرفش أي حاجة عن المدارس. أنا هسأل مالك، عندها خبرة كويسة في الموضوع كده هتساعدني. ربنا يخليك ليا يا أحلى. هسألك حاجة أخيرة، أنت مش مخبي عني حاجة تانية صح؟ بصراحة كده في سر أخير. إيه تاني؟ أنا متجوز تلاتة وعايزك تبقي الرابعة، قلت إيه؟ أنت غلس. بهرب ما تهرجش، ما تهرجش. حاضر. عارف لو عرفت إنك مخبي عليا حاجة تانية أنا ممكن أقتلك. ما هونش عليكي. لا تهون. لا ما هونش. لا تهون يا عاصم، عشان أنا على طول هين عليك بقى. ما خلاص ما تجيبش لنفسك الكلام. تعصبنيش. طب بحبك. وأنا كمان. ما أنا عارف. مغرور كمان. هاخد اخر سبون زي ما اي بروميسد يو، علشان انت كنتي شاطره قوي. اند ام سو براود اوف يو ان انت خلصتي اكلك كله. برافو يا جولي. كان اي جو بلاي ناو؟ يس. كنتش عارف انك شاطره مع السن ده. انا مش شاطره ولا حاجه، انت اللي ما بتعرفش تتعامل لا مع بيبيهات ولا مع كبار. شكرا. العفو. وبعدين انت ناسي ان انا تقريبا المربيه عمر اخويا، ابويا وامي ما كانوش فايقين له، ومن ساعتها الحيوان اول ما سافر امريكا ما بعتليش حتى مسج. انت عارفه ان انا كل يوم بكتشف فيكي حاجات جديده ما كنتش عارفها قبل كده؟ يا سلام. وبعدين انا لسه زعلانه منك على فكره، ازاي تخبي عليا؟ ما قلت لك اديت الراجل كلمه. وانا اللي كنت فاكراك مخبي قرشين تحت البلاط. لا انا من كتر ما انا مفلس فكرت اخلع بلاط البيت وابيعه. ما هو بصراحه الطريقه دي برضو يا سائر ما تنفعش. هو انا في ايدي حاجه؟ ايوه طبعا في ايدك حاجه، ربنا بيبعت لك رزق وانت بتتبطر عليه. فينه؟ فين الرزق ده؟ محمود لاشين. يوه تاني يا سلمى، تاني محمود لاشين.
هو انت مالك متعصب كده ليه؟ ايوه تاني وتالت، انت بتضيع فرص من ايدك. كمان خليتيها فرصه. ايوه طبعا فرصه، هتخسر ايه ما تروح وتقابل الراجل؟ لا القعده في البيت احسن. لا طبعا مش احسن، وبعدين احنا ممكن نروح له هنلاقي حل، حل من عنده شويه ومن عندنا شويه. بقول لك ايه، لو في حلول زي ما انت بتقولي كده انا مش لاقيها. طيب هنفكر مع بعض. لا هنفكنا بقى من الموضوع ده ونفرج البت دي على فيلم كرتون عشان تهدى شويه.